صباح الخير لكل المشاهدين، كل المشاهدين يلي عم بحضروا حالهم يتمرنوا معي، او المشاهدين يلي رح يحضروا الحلقه ياخذوا تيبس يسجلوها وبعدين يرجعوا يشتغلوا لحالهم ان كان بالبيت او بالجيم. كنت وعدكم رح نحكي شوي عن شهر رمضان الفضيل، شهر رمضان الكريم، كيف ممكن نحن نقدر نعدل على التمرين تبعنا، لانه كمان ما بيجوز نوقف تمرين لشهر كامل بلا ما نكون عم نعمل اي نشاط له علاقه بالجسم. مشان هيك اليوم شو بحدد السيشن تبعيتنا، هي ثلاث امور نحن دائما بنحكي عنها. اول شيء اللي هي فريكوينسي، كم مره نحن بنتمرن خلال الاسبوع، عدد المرات بنتمرن فيهم. انتنسيتي، قديش قوه السيشن اللي عم نعملها. والتايمينج، قديش مده السيشن. هدول ثلاث امور نحن فينا نعدل عليهم كثير، فينا ننزل عدد المرات يلي بنشتغل عليها، يعني الفريكوينسي عدد المرات بنشتغل فيها بالاسبوع، فينا ننزل انتنسيتي او قوه التمرين اللي ممكن نعمله، نشتغل على هذا الموضوع كمان. بدل عنا التايمينج اللي بدل مثلا ما نكون عم نتمرن ساعة فينا نتمرن نص ساعة أو 20 دقيقة، بس هيك مندلنا on track. هذا الشهر الفضيل منه شهر لنحسن حالنا، شهر لنكون أكيد بركة عم نصوم، ولكن بالتالي لنحافظ على شغلة معينة لنقدر بعدين نقدر نبلش. خلينا نشوف الصور يلي حضرت لكم إياهم لليوم، بيحكوا عن موضوعنا لليوم يلي هو chest and back. بلش بصورة لما تكون حاضرة بنحكي فيها عن عضلات الصدر، بعدين أكيد عن عضلات الظهر وكيف بيتكاملوا مع بعض كرمال يقدروا يعملوا هيدي المنظومة يلي رح تحمي شيء مهم كتير، السباين تبعيتنا. ما بدي اياكم تاخذوا الحلقة لحالها اليوم أو حلقة امبارح لامبارح، بدي اياكم تاخذوا كل الحلقات كيف بتتجامل مع بعض وكيف بتتكامل مع بعض. عضلات البكتورلز، بننتقل للصورة الثانية، عضلات الظهر. الصورة الثالثة حركة للتشست، الكلاسيكال دمبل بريس اللي رح اعملها اليوم. الصوره اللي بعدها بتحكي عن كمان حركه للظهر رح اعملها على المونستر، على الوحش اللي انا الاداه اللي بسميها الوحش. بنرجع بننتقل للصوره اللي بعدها، بنحكي هون عن الاكزامبل اوف ديسك بروبلمز. شوفوا من فوق النورمال ديسك كيف بكون باول فقره، وكل ما تنزلوا نزوم رح تشوفوا مثل مشكله وشو اسم المشكله. اكيد هالمشاكل كلها بدها علاج عند الطبيب، بس عم بعطيكم فكره انا كيف لما نقوي عضلاتنا للمستقبل ممكن عم نكون نعمل اذا بدكم حمايه لسلسله الظهر بطريقه كثير منيحه. خلينا نبلش مع الحركات كلاسيك البوش اب، انا وياكم 10 مرات. ليتس جو. 1 2 3 4 5، معدي مشدودة، 6 7 8 9 10. رح انتقل دغري من بعدها لعضلة الظهر. اليوم التكنيك اللي عم بستعملها هي different muscle superset، بعمل حركة لعضلة معينة وبرجع بعمل حركة لغير عضلة. رح اعمل pull ups. تعرفوا شو رأيي بالpull ups اللي هن بمثابة السكواتس لما نحكي lower body بأهميتهم للأبر body. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. slowly لتحت، بنتبه كثير لما نقول سكواتس، حركات كثير مهمين لللور بادي، حركات كثير اساسيات. لما احكي بول ابس كمان مهمين للابر بادي تبعنا وبالتالي لعضلات الظهر. خلينا نروح على ظهري بسوباين بوزيشن، انا ومستلقي على ظهري، صوره شفناها وحركه شفناها بالصوره، دمبل بريس على مهلي من هون لفوق، راسي دائما على الستيب او على البنش. بالصوره شفتوها على البنش، هون عم نشوفه على الستيب داون. ذاتس 1 That's 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 15 more. 1 2 3 4 و5 على مهل. دمبلز بروحوا على جنب، رح ارجع اكيد بعد شوي لحركه ثانيه بنعملها انا وبسوبان بوزيشن، ولكن هلا رح انتقل للربر باند
ما بدي ارجع اذكر بيه فوائد الرابر باند. اكسلنت تول لنعمل عليها حركات. خليني اوقف هالميلة من هون متوازيين بنفس المسافة، مش كل وحدة بتكون اصغر كرمال يكون عم بشتغل بطريقة صحيحة. برجع كتافي لورا، بشد المعدة دايما، and I go من هون مع روتيشن. شوفوا ركابي كيف مطعوجين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كمان خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. I go for five more. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وخمسة. من standing position بنتقل برجع مرة جديدة لسوبانت position. أنا ومستلقي على ظهري وعلى مهلي دايماً. رح اشتغل على flies. Very classical motions. ولكن لازم نعملهم بطريقة صحيحة. ما لازم تنزل الإيد جالسة، الكوع شوي متني، الكوع مطعوجين. واحد، كمان، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، مور، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، تو مور، واحد، واثنين. بيرفكت. برجع لهون لأدي غير حلكة، بطلع على مهلي. رح استعمل الباربل هلا، بشتغل على مهلي بكل الحركات. بعرف كيف حتى التقط الأوزان من الأرض حتى لو كانت أوزان خفيفة. خليني رجع كتافي لورا، شد المعدة، اجري على وسع الكتاف. لازم تكونوا كتير شارب بالتمرين تبعكم، very focused، very determined، كتير اخدين قرار واضح انكم تتمرنوا وتحسنوا حالكم. ما تتمرنوا بطريقة عشوائية، ما تتمرنوا بطريقة منا ممنهجة. لتحت، شد المعدة منيح، and I go. رقبتي ما بعليها لفوق ولا بوطيها لتحت، بتضلها aligned and I go. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كمان خمسة. برجع بطلع شوي شوي لفوق، بيرجعوا لحالهم على مهل. باربل ترجع لحالها. خليني اشتغل هلا عكس الحركة اللي اشتغلتها قبل شوي، ولكن رح كون عم بعمل حركة لعضلة الصدر بالرابر باند تبعيتي. من هون ظبط الميكرو شوي، and then I go. في اعملها بعدة طرق، في اعملها من هون، وفي اعملها من فوق، في ثبتها من فوق. معدتي مشدودة up لقدام and I roll. شوفوا وضعية اللور بادي تبعي، مشان هيك دايما بقول انا اللور بادي بيتفاعل مع الابر بادي اذا كنا عم نعمل حركة للابر بادي، والعكس صحيح اذا كنت عم بعمل حركة للابر بادي تبعي اللور بادي تبعي بيتفاعل مع الموضوع. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أوكي، ريلاكس. بنتقل لحركة تانية
رح كون عم بعملها على الستاب من هون، رجع الكتاف لورا، بشد المعدة، اجري على وسع كتافي، عم بوقف هون لا فرجيكم الحركة بطريقة أفضل قد ما فيي، برجع لورا من هون بنزل لتحت. شوفوا شو رح أعمل، رح فرجي أول شيء الحركة بطريقة خاطئة، بعدين رح فرجيها بطريقة صحيحة. يعني إذا رح أدي الحركة بهالطريقة أنا عاجلاً أم آجلاً رح أأذي حالي، ولكن إذا بأدي الحركة بالطريقة اللي لازم تتأدى فيها، عضلات معدتي عم بيعملوا لي ستابيليزيشن للأبر بادي تبعي، عم بيساعدوني أحمي السباين تبعيتي من أي فلكشن أو إكستنشن منن صحيحين لا سلسلة الظهر. من هون لتحت ركابي مطعوجين، أدي الحركة من الخصر داون أند أب، كمان داون أند أب، رح فرجيها بعد ثلاث مرات. تو مور تو جو، بطلع على الآخر لاست تايم، بيرفكت. هيك مشاهدينا بكون فقرتي خلصت لليوم، أنا بشوفكم بكرة بنفس الوقت. Until tomorrow, get fit, stay fit.